خير يا معلم. يا صباح الفل يا معلم سلاك، لك شوقة والله. الواحد لسه ما فاق شيء. فوق براحتك، احنا خدامينك، واول ما نجهزوا الفطار هنصحوك على طول. حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين أنا سلسل عشان أعرفوا ناكلوا عيش جنب بلطية دي، بقالنا الشهر الفاتحين والعملية مش جايبة همها. يمكن اسم المحل مش شادي. ده معلم جودة عزة بنتي، قالوا البنات رز سميت المحل على اسمها. يا معلم جودة الحكاية عادة شوية الصبر، عربية بلطية مربية زباين من أيام أبوها الله يرحمه. عقبال ما نترحم عليك يا بعيد. عزة بنتي سميت المحل على اسمها ومش عاجبه. يبقى الغلط عندنا يا معلمي. ازاي؟ لازم نفكروا في حاجه نعملها عشان تخلي الزباين يجونا. يعني عايزنا نفرع على كل صحن بليله بلاي ستيشن؟ انت هتبهدلي. يا ريت تستني هنقول لك كده. ايوه بقى يا سيجار، استنى يا سيجار بس. اشكر هنقول الكلمه. يوه بقى يا سيقار، يا سيقار ما تستجل شوية لحد ما نتجوزه يا أخوي. احنا هنتجوزه هتبقى فيه يا سيقار. وسع كده يا جلتتي، مش خالصة يا أخوي. يا بنت استني أقول لك. يا بنت اهدي اهدي بس اهدي اهدي. يا سيقار توسع بس. ايه ما تخالك ندب جي؟ ايه مالك يا علي؟ انا كنت بطعمها التطعيم. اه انا متطعم قبل كده وعارف كل حاجة. اه بس دي جرعه اضافيه تؤخذ عن طريق الفم. ايوه. وبعدين انت بس ايه اللي جابك من المدرسه بدري يا علي؟ ما تغيريش الموضوع، مش منبه عليكي، ما تخليش القطعه لان في غيابنا. ما تزعلش نفسك بس والنبي يا سعلي. وبعدين ده مهما كان خطيبي برضه. لما هو خطيبك مش عارف ان البيت لها حرمه؟ علي علي وقيالي تحت الترابيزه يالي. هو اليوم باين من اوله. في ايه يا باشا؟ خير؟ ماله ده؟ اتقدم فيك شكوى من الراجل ده ان جاله تسمم بعد ما اكل من عندك، والريس جوده شاهد معاه. بنقول لك ايه يا باشا؟ العربيه دي بتاكل الناس من ايام عرابي، ما سمعناش عن حد جاله انتفاخ حتى. يعني احنا ندفعوا الالفات عشان ناخدوا التراخيص وانت تاخدوا زبايننا كمان من غير تصريح؟ ايوه، في حد يسجل يشتغل من غير تصاريح؟ ايمن علقوها هنا بس الهواء بيطيرها، انا بعد نجيبوها من البيت حالا. اتفضلوا يا باشا، انت اتفضلوا. تخفى من هنا ما اشوفش وشك الا بعد 5 ساعات. يلا. ولا لو رجعت من غير التراخيص هنقفلك. بنقول لك ايه يا باشا؟ ما تضرب معانا صحن كيلو بالمكسرات يستاهل بقك. اضرب ازاي والراجل بيتقطع قدام؟ سيبنا نربع مسؤوليتنا يا باشا. ولاد سعادتك في ثانوية ايه يا باشا؟ هيثم في ابتدائي وجانجا في اعداديه. ربنا يخليك. مجننه مامتها، عايزه لابتوب. قلت لها نعمل لها جمعيه. هي بتمشي الا بالجمعيات. بنقول لك ايه يا باشا؟ ما تقدر شقتك مفروشه تروح تقعد عند الوالده 3 شهور الصيف يعدوا هوا يجي لك منها فلوس ايام تقضي بيها تسال مستريح. والله فكره افكر فيها. تمام يا فندم. حاضر يا فندم. حاضر. المرة الجاية عايز ترخيص الصحة والبلدية يكونوا متعلقين، اضربيهم مسمارين عشان الهواء ما يطيرهمش. امسكي. ايوه يا باشا. طب ادينا فرصة نرد جمال مصر علينا. ايه هناكل سفلاها؟ امسكي. تدوم المرجلابي. بقالك 2 سنين داخل خارج شارب واكل حاضن بايس من غير ما تشوف للخطوبه دي اي ملامح. احي مستحملينك على ايه؟ على ملك ولا جمال؟ معاكي حق في كل اللي قلتيه يا بلطية يا اختي. ايه اللي حكايه الجمال دي؟ طقم
القمر. متشكرين يا غالية. انت عارفة لو كان الوقت مناسب كنت خليت البنت الموجة تغنيلك ليموني اللي غاروا مني. قالوا لي وش عجبك فيها؟ جاوبت اللي جهله فني. خدوا عيني شوفوا بيها. لعلمك بقى انا جاي النهاردة نبشرك ان انا لقيت شغلانة سقع وهاخد فيها دورات عشان ابقى اديها وهاخد البت موجة معاك. والنبي صحيح يا قاهر دورات ايدي يا حبيبي. سعيد الارتست عازف الايقاع الاول في جمهورية مصر العربية عامل دورات ايقاع في قصر الثقافة وانا اول واحد سجلت فيها وهاخدك معايا يا بت يا موجة عشان تغني. ايه رأيك يا طنط بولطية؟ وعلى الله تقول طنط تاني. لا مؤاخذه يا عم قنديل، بقى انت زعلانه من الولا عشان بيقول لك يا طنط؟ تقومي تحتفيها في وشي كده يا عم قنديل، مع ان مفيش فرق في السن ما بيني وما بينك، يا دوبك 20 سنه بس. ربنا يديك الصحه، ده ابويا الله يرحمه كان بيقول لك يا عم. انت دايما تمسخي الكلام كده وتمسخي مشاعري مع اني شريكي والله، واتمنى لك الرضا ترضي. طب فسح اوعى، خلينا نلم الشباشر. سلام يا جد. سلام يا جد يا عمدي. سلام يا جد. جدي لا ده عم ارحم بقى. هنتجوز جدك ولا جوز خالتك ولا هنتجوزه حد خالص بعد ابوك الله يرحمه. اما ابويا سافر بلد اسمها ايه؟ اسمها اريتريا بعد الحبشه قبل النوبه كده بحبه. وراح يعمل ايه فيها؟ راح يلقط رزقه. وهي مصر ما فيهاش رزق؟ فيها خير الدنيا كله الحمد لله، بس في نوبه كده الحكومه طلعت لنا بمطلوع قال ايه منع الصيد في البحر كام شهر. انا كنت هصطاد لي سمكتين. يلا قلت عمري. طب ما قلتلوش ليه الكلام اللي انت بتقولنا كل شويه؟ ندوا ربنا اردوا بقلالكم من حمد وزادوا، احنا احسن من غيرنا. طمع وحش. ابوك عمره ما كان طمع يروح امك، بس كان عشان يوسعها عليكم شويه زي ما عشاننا كده تزودنا المصروف. يا جميل يلا يا اولاد الصار، ما مصروف ايه اللي هزوده؟ احمدوا ربنا احنا احسن من غيرنا من حمد وزادوا. الطمع وحش. وانت مش عايز المصروف يزيد انت كمان؟ عايز ولا مش عايز؟ عايز ولا مش عايز؟ يا رب اشوفك عريس، يا رب اشوفك.